بس بسم الله الحمد لله، ربنا ثبت أقدامنا على التوحيد واجعلنا من المنتصرين بفضلك يا رب العالمين. ونحن نشكرك على هذه الأيام الخالدة، لما قضيت أن البعض منا في غزة وفي الأرض المحتلة ما نتفطن أن الله ناصرهم لما دخلوا على أعداء الله الباب، الباب اللي كان يترجم ببريرات وجوسس معنا على طول المدى في بالهم. وما قالك كلب بنيامين نتنياهو، قالك احنا عنا قبة حديدية ما نخاف من حتى حد، اللي يرمينا يقولون من تو تعالنا رانا ما يوصلنا شيء من مما انت تتخيله، ها وصل لكم ها القبة الحديدية اللي تمن بها وراك ربي ضعفة، وهي لم تمنع صواريخ الإسلام الذي يعلوها رمز لا إله إلا الله، أي لا إله إلا الله قذفت هذه الصواريخ، وبفضل الله ستقهر هل القبة اللي أنتم اعتبرتوها ضامنة لبقائكم، أو هي تشرق بأمر ربنا، وهو القادين تأكلوا منا ضربات لم تكن في حسبانكم، لأنكم صراحة أنتم مغرورين وغروركم ما لا جعلكم جاهلين قدرة رب العالمين. فالآن كل ما في الأرض المقدسة من الصهاينة رغم المدد اللي جايهم من كل حدب وصوب، مدد استعلاماتي، مدد صاروخي، دبابات، قنابل كما تقول انت عنقودية، ولكن اللي يراه فيه احنا نصر الله هو لنا، وعقابه يكون من نصيبكم. والحمد لله الذي جعل هذه الأيام أكثر من شهرين، جعل جحيم دنيوي ما لا يرعبكم ويظهر ضعفكم ويبطل حججكم. نقول اللهم نصرتنا لما أذنت أن ننصرك، وأنت لا تقول إلا حقا، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نختم بهذه الآية، نختم هذه الجلسة المباركة. إن الله عالم الغيب، عالم غيب السماوات والأرض، يعني ربي il connaît tout ce qui est invisible qui est caché partout où il y a le firmament et partout où il y a une terre. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات صدور، يعرف ربي ماذا في صدور خلقي من إنس وجان وحيوان إن الله إنه عليم بذات صدور، صدير نيتك عند الله مفضوحة ونيتك المقلوبة في الرب، لأنك تقلب الحقائق أن هذه النية هذه يكون جزاؤك هو خذلانك في الدنيا وإماتتك بطرق شتى غريبة الوقع على كيانك يا الصهيوني. واعلم أن الله الذي وعد بيوم البعث هو الذي سيبعث البعث كما من أراد، لا كما أردت أن قلت، ليس هناك بعث، بل البعث الذي سيقيم الله الحق ويعدل بين خلقي ولا ينحاز إلى أحد من خلقي، لكن
الله لا ليس هناك من يأمره افعل أو لا تفعل، بل هو الآمر ولا آمر مع الله، والحمد لله والله أكبر.